السلام عليكم اخوتي، كنغلو التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج. كنبلغوا التحيه ديالنا من هذا المنبر هذا، كنبلغوا التحيه لجميع الاخوان ديالنا والاصدقاء ديالنا اللي معنا في هذه القناه واللي كتدعمنا وكتساندنا في هذه القناه. هذا كنشكرهم بزاف، كندعي لهم بالتيسع، كندعي لهم اي حاجه اللي كيتمناوها من عند الله سبحانه عز وجل. اخوتي المغاربه كاملين انحاء العالم. قلت يا اخوتي، والقصه ديالنا اليوم قصه بعض الناس اللي كيتسموا خطيرين في هذه الارض هذه وفي هذا المغرب. وهاد الناس هادو اللي كانوا معايا داخل السجن، والسجن ديال لا سونترال، لا ميزون كيعيطوا لها لا ميزون سونترال، الدار البيضاء هي سونترال. هاد سونترال هادي سعدي نقول لكم فيها بعض النموذجات وبعض الناس لا اله الا الله محمد رسول الله. بعض السجناء راه صعيب باش تعرفهم برا، وكيفاش عملت السلطات سطحت بهم وشداتهم. واحد الليله من الليالي حنا قصارين وكاينو الصداع، ناض الصداع وكذا وهاديه، وكتعرف تما الاغلبيه ساكن بوحدو، وكاين اللي ساكنين جوج في سيلون وكل واحد، وكاين بعض البلاصه فيها الشنابار وهادي بحال فاطمه بحال حيدان بحال هادو، كاين بعض السنيبرات كبيرين شي حاجه. وكتعرف لا سونترال، لا سونترال الهواء ديالها خطير، كطيح الضبابه وكتجي واحد الريحه خبيثه داخل في وسط الحبس وكذا وهاديه، ونص المساجين كيكونوا عندهم الحساسيه او لا الضيقه كما كنسميوها حنا باللغه الفرنسيه الازماتيك. وهاد الناس هادو هما كتعرف الحبس كيش كيولي بالضبابه بالليل واحد الشيء خطير بحال ديك افلام هنديه الدخان، ماشي ما تشوفش صاحبك عمنا نرفي ما تشوفوش مع الحبس كبير. شي واحد ما نعرف شحال هو كيهرب، شحال هو كيحفر، عفوا كيحفر من تحت الارض، ساكن بوحدو كذا وكيحفر، حفر يا ما تحفر، حفر يا ما تحفر، حفر يا ما تحفر، حفر يا ما تحرم تحفر. ما نعرف شحال هو كيحفر، شهور ولا العلم عند الله، ومعروف عند الدراري في لا سونترال. وهاد السيد هذا كان خدام مع الشبكات باش هما عارفين هاد الدراري واللي مدوزين معانا لا سونترال كاملين كيعرفوه. وانسان كتعرف ديك الخبره وديك الشيء هذاك، وعند لا سونترال فيها واحد الحاجه ما كيزقلوهاش، هي الروند، كيسميوها الروند، المراقبه. دابا وساعة كيراقبو الكريات والحديد وكذا وهادي، مع عندهم واحد القطب ديال الحديد، واحد التوبو ديال الحديد، واحد الحديدة كيدوزو على الحديد كامل. الحديدة إلا عاش عارف الأصوات كيعرفوها، إلا ضرب الحديدة مع الحديدة كيعرف الحديدة صحيحة ولا موالية ولا رشات ولا كذا ولا هادي. المهم خبرة بالحديد، كيدوزو الروند ديما، كيدوزو الروند الحبس كامل، حتى صحاب الإعدامات تصعد ديك الناس اللي خطيرين كاينين موجودين هنا معانا في لا سونترال. حايبه بلاصه مسميه حايبه، مجموعين فيها ها هما. المهم كيدوزو ديما الروند على الحديد وكدا وهادي، والمراقبه وكدا وهادي، ما كاينش الزيت ما يزاق ما كاينش. وهداك عايرب لهم من هاد معايا ما نعرف شحال هو كيحفر، ومشى لهم تحت الارض. داز واحد الصباح لابيل كيفتو ما كيجبروش بنادم، قلب 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 ما كاينش بنادم، هو بنادم بلاصه ديالو هرب، وما كيشوفو السيلون خاوي كيقولو يمكن ما دخلش للسيلون بالليل، علاش هو كان كيخرج كيخدم مع الشبكات في واحد الوقت وكذا وهادي، ومعروف في الحبس. مشى ناض الزيار في الحبس، ناض قلب شقلب كذا وهادي كما كيعاودو، تربجت. هنا الروند كنقول لكم، الروند في الحبس المراقبه، هذاك الحبس اللي شفتيه هنا المراقبه. دابا ساعه الموظفين كيدوروا، دابا ساعه كذا الحبس مراقب في اي اتجاه، علاش كطيح ديك الضبابه وبزاف ديال الحالات. وجابت دوس واحد العقوبه في حيبه وكذا وهادي، وشفت بعض النموذجات وبعض الشجناء عاو كتعرف كيفاش. تما شفت انا ديك بوصمه، وشفت واحد كيعيطوا له بلندو، وواحد بومطرقه، وبزاف ديال الناس ديك الاجرامات اللي كنا عا كنسمعوا عليهم،
واخا حنا شجانا كنا عا كنسمعوا عليهم بزاف ديال الحالات شفتهم تما داخل الاعدام دوز تما واحد العقوبه وديك العقوبه صحيحه وجبرت معاهم حتى ديك ابراهيم انزار والخنفوري حمد شليحه بزاف هاد الدراري هادو هما اللي دازوا معايا في حيبه بلاصه الاعدام شي دابا بعد بنادم تشوفو تعرفو راه كاين بعد بنادم كيبان لك حمق كتقول انتينا هذا حمق هو ديك الجريمات اللي عمل ولا كدا عاد كيما كنقولو حنا السيركو يوقع له او لا طرلو الفريخ او لا كذا وصعيب باش تصبرو السلطات هذاك مسمى هذاك مسمى راه معروف عملت باو في المغرب انسان خطير وخطير من مزيان الا غفلتي مشيتي انسان خطير والا غفلتي مشيتي وهذاك السيد هذاك بزاف الناس ما عارفينش كيفاش كيوقع راه ما كيقتصش على الفلوس او يقتل على شي حاجه او لا الهدف مثال باش التجار ولا باش يعمل كذا ولا هذاك الشيء اللي فيه السيد راه فايت مستشفى وفايت كيعمل ادويه ولا روزه ديال السبيطار ديال الحماق علاش وقع له حديث ومشكل في حياته حتى هو كيستعمل الروسه وكيستعمل بحال نقولوا حنايا الطبيب ديال الحماق انسان ميخالي في الزنقه ميخالي ما كاينش كما كيقولوا كان بود مدومه حسبو كما بغيتي ما تقدرش تقول هذا هو اللي كيعمل هذا الاجرام وهذاك السلطات خلطات وخلطات وكذا وهادي وتوك يسعى تحدي السيد بحال كيقولوا كيجريسي كيقطع كيقتل عباد الله على هادي على السيد كان عنده وليداته وعنده بزاف ما يتقال في هذا المجال بحال هذا والحاجه اللي معروفه وكذا عند الشجنه وعند المسؤولين وكذا وهادي هي هذه المساله اللي هكا نقول لكم السيد كان مجوج وكذا وعنده جوج وليدات وكذا وقع عطب في الحياه قصيده قصيده ماتت فيها مراته وجد ولادو وهو طرلو الفريخ كما كيقولوا طرلو الفريخ ما بقاش كيعرف اش كيعدل اش كذا وهادي الصغر ديالو من الاول وكذا وحين كان باقي جهدي وكذا هادي ما خلى ما عمل حتى هو صراخ ما خلى ما عمل وكذا وهادي توقعت له هاد الحادثه هادي عاد هرب له الفريخ عاد السيد بدا كيعمل هاد الاجرام بحال هذا ما بقاش كيكابطي صافي ديك الساعه داك بقى كيقتل عباد الله بكذا بالحجره ومعروف وعملت العالم المغرب كامل باو هاد السيد اللي كيقتل بالحجره بس سموا عليه بوصمة وهاد بوصمة اللي كيقتل بالحجره انا قلت لكم اخوتي الهدف زعما كم بنادم كيدي الفلوس صحيحه ولا ماشي او عصراق شي حاجه صحيحه ولا كذا ولا هادي فهموها مع راسكم اذا السيد الهدف ديالو هو يجبد بنادم على الكراهية البصر واكثرية النوع الناس اللي كيكون كينعسو في الزنايق واللي كيكون مقود عليهم كما كنقولوا بالدارجة واللي كتكون الحالة ديالهم حالة الله لا اله الا الله محمد رسول الله بنادم كيكون ما بقالو فين يزيد كيتصل بها هاد المصمى هاد كيعطيه زداف الدف كيزيد معلو مع الطريق شوف شنو عاجبر عنده شنو عاجبر عنده 5 دراهم 1000 فرانك راديو هادو هما الناس اللي كيكونوا بحال هذا في الزنق او سكيري او شنكار او لا كوليصاو الحمد لله وشكر كينعس برا كيعطيه الدف الدف اش كيسميو على هاد السيد هذا دونجور خطير هذا انسان خطير واش عاد عرفو صعيب هو بيدو كتعرف ميخائيل هو بيدو كتشوفو تقول هذا ماشي يقتل هذا ماشي يعمل هاد الجريمه علاش علاش انسان انا قلتكم كيحسب راسو وكيتسيف كيدخل لك مع الدراويش بالمدومه كامبو كما كنقولوا في الدارجه لا علاقه بشي حاجه تشوفو كيسعى وبالجوع وماشي في طريق حفيان عريان وكذا هادي والله ما يطيح على بالك هو هذا وهذاك بقى ماشي في الاجرام ديالو علاش داكشي اللي كيغلي له في راسو وداكشي اللي كيدور له في عقل الله اللي كيعلم به وعلى حساب المرض ديالو وعلى حساب بزاف ديال الحاجات ديالو ديك القصيده اللي وقعت لولادو هادي هذا هو المشكل ديال المصمى اللي كان كيقتل بالحجره عدد ديال الناس عاد يقوم بالاعتداء عليهم بالقتل ديالهم
بالحجره في حاله النوم وما ناعسين في الزنايا ولا في شي مطاح في متجر الضحيه ديالو كيعطيها. هذا هو المشكل. وناضت الهايطه والسلطات كتعمل الخدمه ديالها. قلبت الدنيا قليب، قلبت الدنيا قليب باش تعرف كما كانت زعما بعض السلطات وبعض الخبرات وبعض الناس اللي كتبع السياده. علاش كاين بعض الناس معانا عايشين معانا في المجتمع هما خطيرين؟ الى شي تقول هذا بوبري مينش نس، والله مينش جداده على ولاده، هو كتجبره خطير خطير بزاف. جالس كيسعى ويبان لك مكحوش ما عندوش ومقتول. حق الله اللي كيعلم على الصدور، واللي الله اللي كيعلم على شنو عنده في راسو داخل. الله ديك الحقد اللي فيه وديك كذا، تشوف لين كيوصل بنادم. هذا هو بنادم. انا قلت لك هذا واحد منهم، من هاد الناس اللي عشتهم وتشتهم انا في اعدامات، في كارتي ديال الاعدام في حيفا. ضربت 3 شهور عقوبه، وشوف بزاف ديال الناس بحال هذا، وعدد ديال الناس مشكل عنده بسيط، لا علاقه بشي حاجه وكذا. هذه كيصدق من جريمه اللي ما يسمعش بنادم حتى بودنا. الخاطر الخاطر بنادم كاين بنادم على والو. شاف دريه ناض بغا صافي، شاف دريه ناض في الشرب ديالو كذا، وهذه عدد الناس كنعرفهم بحال هدايا باش يدي الدريه قتل هذاك اللي معاه. وهادشي هذا ماشي دابا القصه ديالنا، دابا كنعاودوه على بوحجره بوصمه اللي معروف في المغرب كامل، ودارت عليه الهضره بزاف. هو هاد بوصمه اللي وصل في القتل ديالو تقريبا 7 الناس. هادشي هذا علي مضبوط، هادشي هذا علي شادين عليه، واللي كيقولوا حتى هو فمه كيقول 7 الناس. المراه استاذ بنات الناس درجات. هادشي هذا بلانكيت ديالو، والهضره اللي كيقولها لاي واحد هو يقدر يقولها للموظف، يقولها للدراري، يقولها للناس اللي معاه في الاعدام تما حتى هما. علاش هادو تما عاود عاه هما وكلهم المشكل ديالو. والسلام والسلم. ولا انا كما كنقول لكم هاد الناس بحال هادو راه صعيب باش تعرف هذاك وصل ما الى الشيء. فانسان تبارك الله كيفاش عامل تقول كيبيع الكسيبه ولا اولا شي حاجه ولا كذا، والاصل ديالو كزار العائله القادم ديالو كذا وهاديه. وانسان انا قلت لكم انسان لا شي فيه مزيان كذا وهاديه راه خطير. دابا في السجن وكذا وهاديك الايام ملي كان تما ومني جابوه راه كان خطير، وماشي شي انسان قديم جابوه قديم وكذا وهادي، راه كاين ناس قبل منه وتما راشيا وهذا عاد كانوا جابوه على حساب ياش هاد الاجرام هذا وديك التبيره اللي باش غيشبروه راه زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. برافو كيفاش كيطيحوا بهاد الناس وكيفاش كيحصل لهم بنادم بحال هكا، راه صعيب باش تشبروه الصراحه. هي واحد بنادم بحال هذا وكيعمل الاجرام بحال هذا راه صعيب باش تشبروه. انسان كيدور بحال كيسعى بحال كيبا تبرع حتى هو بحال هذوك اللي كيموتوا. وهيداك عاد بقى السلطات كتعرف زاطمه وعامله الشغل ديالها وعامله كذا بزاف ما يتقل. والسمير بنادم سامرين على بنادم، وهو هاد السيد هذا ماشي في الطريق ديالو كل مره في كيعمل الجريمه ديالو. صافي السيد كما كانت السلطات شبراتو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. داكشي اللي كيغلب فيه صافي سو يحيد بنادم، يحيد بنادم بدون سبب بدون يد. هذا انسان كيتسمى كما كنقولوا حنا دون جورو خطير. انسان خطير في المجتمع وخطير يعيش مع الناس وخطير بزاف ما يتقال في هادشي بحال هذا. راه ضروري راه هنايا كما كانش القانون وما كانتش السلطات وكذا وهادي بزاف ما يتقال، راه قوية كل ضعيف وبزاف الحاجات ما يكونوش في الارض. عاد ولي الارض كتبان باسله على السيبه. شو هذا تشوفو والله ما تقولو هذا يعمل ديك الشيء. هذا هو ما كيهضرش بشي حاجه، عاد ضربه وحده سو يعطيك ضربه ما يعاودهاش. صافي هذا هو اللي كاين. عاد يجبد لك المخ من راسك، عاد يسيل لك الماء من راسك اي طريقه. اغفلتي له كن ميقن عيسى لما عاد ضربه ولا زاد عاود له الثانيه صافي لا اله الا الله محمد رسول الله. جتان دور راس خاوي هادي الضربه د هاد السيد هذا كيضرب حتى المطعم للراس الباتري لابوراتوار د بنادم. شنو هو؟ هو الراس اللي كيستحمل بزاف ديال الحاجات واللي كيستقبل بزاف ديال الحاجات، كيخسر لك لاباري د الحياه. هو الراس د بنادم، هذا هو لاباري د بنادم. كيضرب بنادم لاباري هو الراس صافي. لا طاح له عاود له الله يجعل البركه الله يخليك. ما كيزيد حتى كيخلي بنادم ما كاينش. هاد السيد هذايا
كيدور في شي موطع وعاشي كولي صادوس كيشربوا كداو هديه وهم مصاخصين هو والمخزن ديما كيخدم خدمته وعامل شغله طالق الناس ديالو كيبحثوا بنادم ها كيفاش 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 وكيشوفوا السيد هبط في ديك السيكتور جنب البحر وشافوا هواد وكاين بنادم اخر تما وهذا كينعس تما وكيدك تما كيشرب كيشرب الكحول السيد وصل تما بحال شرك العربيه ولا جبروا ناعس ولا كذا كان قدامو الامانه امامته واخرين شافوه كان مريض ما شافوش هو كيشوفوه رجع عا بوحدو المهم شافوه مني مشاو كيجرو من ديك البلاصه هادي جبرو خان الله غارق في دمو كدا وهادي ناضت الحيحه ناض كدا وهادي السلطات جري من هنا جري من هنا كلشي حضر في ديك الليل ساد الناس ميتين ومرايا سبعه هادشي هذا هو كيقولو وهما عنين كتار كانو كيبحثو بزاف الناس ماتو بحال هادا ناضو كيعملو لانكيت ديالهم جري من هنا جري من هنا جري من هنا ما خلاوش عليه وهما يطيحو بيه طاحو بيه دارو الخدمة ديالهم تا هما وكدا هادي علاش هو براسو كيقول لهم انا كنت كندير راسي كامبو كندير راسي كدا كندير راسو كيدخل مع الدراوش ومع الناس اللي ما تضمناش فيهم مع ديك السعيان والناس اللي كتقطع بيها وكيفاش تضرا ما تعرفهمش تشوفو يعز عليك تقول هذا عمل هاد المشكل وهيداك جبدان حتى كنطرا بدوق مو كنطر ديك الشيء كامل والحاجات اللي ما كنطرونش وبقات تابعه السلطات وهيداك قدمته العداله كيهضر مع العداله هيدا بواحد الطريقه بحال انسان حماق عايش في المجتمع وديك الحماق هبيل الحماق ديال القتال ديال السفاح بنادم سفاح وهيداك العداله داتو جابتو كيهضر ديك الشيء بفمو وكدا هادي عطاتو الاعدام عطاتو الاعدام اذا نتا انسان ما كيتهرب حتى من حاجه وكدا وهادي باش كنقول لكم بعض الحاجات في الارض راه خطيرين كاين بعض الناس عايشين كيسميهم دون جور في الارض خطيرين راه ضروري من القانون ضروري من السلطات ضروري من المخزن راه الا ما كانش المخزن وما كانش النظام وما كاينش الناس اللي تفرق بين هذا وهذا راه يبقى السايبه وهذا ياكل هذا وهذا يقتل هذا راه ضروري خص يكون الناس اللي كتدخل في الوسط ضروري هو باش كنهضروا مع الشباب لا اله الا الله محمد رسول الله وباقي ما يتعاود اخوتي وهذا الشيء اخطر ما يمكن ولا اله الا الله محمد رسول الله كاين الناس مقطع يد من يد الله باش كنقولوا للشباب ردوا بالكم راه باقي حالات قباحين وكاين شي حاجه قباحين على قباحه وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه وعاش الملك